دورات اقتصادية. أولا، مفهوم الدورات الاقتصادية. يمكن تعريف الدورات الاقتصادية بأنها عبارة عن تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي، مثل مستويات الإنتاج والعمالة والتضخم والبطالة. هذه الدورات بيتكرر حدوثها وقد يكون منتظم في بعض الأحيان. ويمكن عرض مراحل الدورات الاقتصادية. ممكن الاقتصاد الرأسمالي الاقتصادية يمكن عرضها من خلال الشكل التالي: يمثل على المحور الأفقي عنصر الزمن، وعلى المحور الرأسي مستوى الناتج. ويلاحظ إن في الدورات الاقتصادية أول مرحلة من المراحل هي مرحلة الركود، وفيها ينخفض حجم الناتج، وبعدها حتى يصل إلى القاع وتسمى مرحلة الانكماش، وبعد ذلك يبدأ الناتج في الارتفاع، وهذه هي مرحلة الانتعاش الاقتصادي، إلى أن يصل إلى أعلى قمة الانتعاش ونصل إلى قمة الرواق، وبعدها يتكرر حدوث هذه الدورة.